بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. ها أنا أذكركم بحديث رسول الله صلى عليه ربي وحياه: إن لكل قوم عبادة، وخير عبادة أمتي تلاوة القرآن. ألم تسمع قول جدهم: أهل بيتي حبل ممدود بين السماوات والأرض، فمن تعلق به نجا. أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها هلك. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة في تكريم روح كريمة طيبة صعدت إلى رب كريم، دعينا المولى عز وجل أن يشفح فيه القرآن، وأن يشفح فيه شهر رمضان، وأن يشفح فيه صالح الأعمال. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا وعليكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير، صاحب الأداء المتميز دائما أحكاما وتجويدا وتلاوة، الشيخ الذي تسعدون به قريبا عبر موجات إذاعة القرآن الكريم بقرآن الفجر، فضيلة الدكتور ممدوح إبراهيم عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا واعلموا أن الله غني حميد. يا I'm
ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الله واسع عليم والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه الله واسع عليم والله واسع عليم والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا
فنعم ما هي
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك
وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
ومن عاد ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا
لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
صدق الله العظيم. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة في تكريم روح كريمة طيبة صعدت إلى رب كريم، آيات بينات من الذكر الحكيم قد تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير صاحب الأداء المتميز دائما فضيلة الدكتور ممدوح إبراهيم عامر القارئ المعروف والمقيم بمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. أذيعت لكم على أكبر مكبرات الصوت والضوء وأولى مخازن الفراشة الحديثة الكبرى والمعرض الفني الحديث. اطلب محلات ومخازن الحاج ضيف العباسي وأخواته. تتقدم الأسرة الكريمة عائلات البياع بخالص الشكر والتقدير في كل من وساهم في هذا العذاب.